بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة، بشرى للجميع. ميعاد فتح الطيران بين مصر والسعودية، موعد فتح الطيران السعودي الدولي. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم المزيد. ميعاد فتح الطيران بين مصر والسعودية، موعد فتح الطيران السعودي الدولي. يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بأخبار السفر حول العالم عن آخر أخبار الطيران السعودي الدولي بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات. ميعاد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021. كما أصدرت المملكة تعليمات مشددة حول اشتراط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها، على أن يستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين حسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع تويتر إن الهيئة أصدرت تعليمتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة العربية السعودية، وهو ما يبعث روح الأمل والتفاؤل وينذر باقتراب فتح الطيران بين مصر والسعودية وعودة الطيران المباشر للمملكة. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021. ومن جانبها، دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات الإلكترونية قبل وصولهم إليها للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول. ويشمل تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي وحامل التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم، وذلك تمشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول. إجراءات دخول القادمين إلى المملكة العربية السعودية غير المحصن أو الحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة بالسعودية يقدم فحص PCR خلال 72 ساعة قبل دخول المملكة. تطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي 5 أيام، يتم خلالها فحصين، الأول خلال 24 ساعة من الوصول والثاني في اليوم الخامس. الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق توكلنا، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية. وكانت قد وقعت المملكة العربية السعودية مذكرتي تفاهم مع شركة فايزر وأسترازينكا بالتعاون مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، تشملان اتفاقا مع أسترازينكا على إقامة مراكز بحوث سريرية. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.